السلام عليكم ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين يا رب. اليوم أول يوم في رمضان، راح أسوي لكم خلطة بخور الطيبين. راح أحتاج في خلطتي اليوم عود مبثوث، أنا سويته من قبل على التقط بالعطور، ومسك وصندل وجاوي ومستكة ولبان. أول شي راح أحط المسك، راح أحط عليه الصندل، والحين أحط عليه الجاوي الأحمر، راح أحط المستكة، أحط عليه اللبان، ونبتدي نخلط. آخر شيء راح أحط عليه عود العنفر.